سلام الله عليكم متابعين زناتا نيوز. إذا ننقل لكم بالمباشر ومن قلب عين حرودة وقفات احتجاجية بين مطالب بحقه في البقعة الأرضية ومطالب بحقه في السكن اللائق، والبعض يتمنى ويستمنى أن يطول شهادة السكنة التي تبقى من حقه في هذا البلد الكريم. إذا تابعوا معنا أطوار هذه الوقفة. كان معكم من قلب مدينة عين حرودة، من قلب عين حرودة، فيصل راكمي، زناتا نيوز. يلا اخوان شوف يدل الفوق، يلا كلشي يدل الفوق، كلشي جوج يدين يلا بسرعة. مينا بطل، كاتبة عام جمعية مستقبل زناتة للتنمية والمبادرة. اليوم جينا تضامنا مع كل سكان المنطقة، كنندوا بالحيف والظلم اللي كيصيبنا، اللي صابنا، واللي ما لقينا له لا حسيب ولا رقيب. اليوم كنناديو كنناديو اليوم بالحق ديالنا اللي هو حق السكن اللائق. اليوم كيطالبوا بنا باش نعطيوهم، نسلموا لهم السكن الدائم ديالنا اللي هو كابانوات على الساحل البحري. وما اجمل هذه الكابانوات، فالصغير من هذه الكابانوات مساحته كتعدى 200 متر مربع. اذا ما نعطيهم السكن ديالنا لاجل المنفعه العامه، ولكن بسكن لائق في داخل هذه المدينه التي هي مدينتنا وللزناتيين، وستبقى ان شاء الله ساكنتها. ومرحبا بكل الضيوف الكرام الذين سياتون لهذه المدينه قاطنين وساكنين معنا. ولكن اولا وقبل كل شيء، حقنا في السكن هو الاول وحق وليداتنا، وما كنرضاوش بالاقصاء لاي شريحه من شرائح هذا المجتمع المغاربه اجمعين. وشكرا. وهو المتنفس الوحيد لكل الساكنة ديال زناتة من الأوتوروت حتى الشريط الساحلي. أصبحنا ما كان إقصاء الجيران اللي كنشربوا معهم أتاي كل صباح. لماذا تم إقصاء الأرامل؟ لماذا تم إقصاء المطلقات؟ لماذا تم إقصاء الأطفال المتزوجين اليتامى؟ هذا ظلم حيف في حق ساكنة الساحل والشريط الساحلي اللي تتمتع به جميعا هنا في هذه المدينه الجديده. لله عليكم، واش حنا اليوم جينا نطلبوهم ونسعوهم؟ كنطلبوا حق، وما دعا حق وراءه طالب. اطلبوا حقوقكم يا مواطنين، فالسكن حق مشروع. وغادي يحيدونا من ديورنا؟ لا ابدا، والله ثم والله، واخا نموتوا ما نمشيوش للسكن ديالنا، ولو على الشتت ديالنا ما نمشيوش للسكن ديالنا. اليوم بغينا السكن، وبغينا السلطات تعود ما تواطئ مع هاد الاخطبوط ومع هاد الشركات ومع هاد اللوبيات ديال العقار، تكون وتاخذ بحق المواطن وتعطي الحق لهذاك المتضرر اللي هو اللي كيمثل المواطن في الجماعة ديالها، والمواطن في البشوية ديالها، والمواطن المغربي في العمالة ديالها. ماشي الأخت، ماشي الساز، ماشي سي دي جي، ماشي هي اللي غدافع عليهم غدا ولا بعد غدا. المواطن المغربي اللي كيكون في جميع الوقفات، في جميع الحالات، كيوقف وكيدافع على الشبع من هذا البلاد. والسلام عليكم. بقعة أرضية، الشعب يريد بقعة أرضية، الشعب يريد هنا
شو الأولى نعاودوا أزيرو نعاود الأولى بشوية الشعب يريد بقعة أرضية ثانية بشوية ثالثة بالجهد سمع لي في محمدية وبكل قوة ما سمعت والو يلا الشعب يريد بقعة أرضية الشعب يريد بقعة أرضية استفادة تتبع شواهد سكنة تتبع وعلى هادشي كامل تنقولو لهم وبصوت بجد واك واك على شو كان الشباب ديالنا تيكتبوا في الصفحات ديال الفيسبوك وقت اللي كانوا الدراري تيناضلوا كانوا تيجاوبونا في العماله بان احنا ماشي مغاربه وحنا ضد الملك حتى حد ما كان ضد الملك وعمر شي واحد ما غيكون ضد الملك وعلى هذا الشيء كامل وعلى هادو اللي كانوا في وسط العماله واللي منهم السيد العامل تيجاوبنا باللي احنا ماشي مغاربه تنقولوا ليه انا مغربي انا نقول لهم الجماهير تتقول والجماهير تقول والجماهير تقول والجماهير تقول والجماهير تقول والحل الوحيد والحل الوحيد والحل الوحيد والحل الوحيد من كل الحلول من كل الحلول بقعة أرضية بقعة أرضية واسمع صوت الشعب واسمع صوت الشعب واسمع البلاد الشعب والبشر يطلع برا والبشر يطلع برا ساكنة عين حرودة والمسرحية الهزلية اللي كانت من الأسبوع المصارين بالمجلس البلدي وحنا كمجتمع مدني كنندوا بهذا الإقصاء الممنهج من طريق من طرف شركات تهيئة أزنتها والسلطة العمومية وكنطالبوا اليوم عندنا واحد المجموعة ديال المطالب اللي حنا كنرفعوها من المتزوجين والجدد من التوضيح في الملف بحيث كنشاهدوا تصاميم تراخيص استثنائية كل شهر كيخرج تصميم سواء الشطر الأول بشقق الشطر الثاني في حي صناعي الشطر الثالث فيه الحزام الأخضر الشطر الرابع فيه طرق بينما كاين واحد التغيير في حق الساكنة والمواطنين بعين حرودة وحنا كنستكركوا هذا الوضع هذا والحق في السكن الحق في السكن اللائق راه هو واجب دستوري وكيجي المنظمة من طرف تنسيقية الناس الجديدة للإسكان والتنمية في خضم الوقفات المزمع تنظيمها في سنة 2015 لتحقيق مجموعة من المطالب التي تم إغفالها ومنها تحيين لائحة الإغفالات لأن هناك عدد من الساكنة والمواطنين تم إقصاؤهم من الاستفادة إسوة بباقي المواطنين رغم توفرهم على معايير تخليهم تخلي الاستفادة كباقي الساكنة هذه نقطة المتزوجون الجدد الذين تم إقصائهم بطريقة غير مفهومة وطريقة شعبوية نتيجة إملاءات فوقية
بحيث تم حصر هذه العينة في 2010، ونحن نطالب كما طالبنا دائما باستفادة جميع المتزوجين إلى حدود 2015. بعد الإقصاءات في حق ساكنة ديال الكابانوات الذين تم إقصاء عدد مهم منهم رغم أنهم يعتبرون أنفسهم من الساكنة الدائمة بالشريط الساحلي، نطالب بتحديد سن الاستفادة، نطالب بإشراك المجتمع المدني لأنه شريك يخوله الدستور، خطاب صاحب الجلالة كذلك دائما تشيد بدور المجتمع المدني، ونحن إذ نعيش في فترة دسرت أدوار المجتمع المدني، إلا أننا في عمالة المحمدية وباشوية عين حرودة نعاني أو نكتشف ونقف على إقصاء ممنهج، وهذا فيه خرق دستوري سافر. على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، المجتمع المدني يقوم بأدواره الطلائعية، يقوم بتأطير الساكنة، وعليه مسؤولية هي تمثيل الساكنة والمواطنين، وهو صوتهم ولسانهم المعبر عن قضاياهم. إذا هذا الإقصاء للأسف يتم بنهج من السيد العامل علي سالم الشقاف الذي لحد الآن يقصي التنسيقية لا يستقبلها. نحن ماشي شغلنا، قمنا بما علينا، نتوجه بطلبة لقاء، سنستمر في النضال بجميع الطرق المشروعة. والسيد العامل للأسف الآتي من حزب يساري قدم الشهداء وجاء من فترة سالت فيها دماء الشهداء سنوات الرصاص، هذا العامل الذي يمثل حزب يساري للأسف يؤسس لمبدأ الإقصاء. عيب وعار يا علي سالم الشقاف أن تستمر بهذه السلوكيات التي لا وجود لها الآن في مغرب محمد السادس. أنت أصبحت الآن حجر عثرة أمام التنمية، أصبحت عشرة أمام تطبيق وتفعيل تعليمات صاحب الجلالة. ندعوك أن تستمع لصوت الضمير، صوت ضمير الوطن، وإلى ضميرك. أنت الآتي من حزب يساري والذي كنت برلمانيا بالبرلمان وتمخضت عن ووجودك تمخض عن انتخابات بأصوات الشعب. عيب وعار أن تكون رمز الإقصاء.